الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بلاصة الأولياء معروفة فاس يعني، وهذا الضريح ديال سيدي عبد العزيز دبا، وهناك أضرحة أخرى أنتم كتشوفوهم. هذا القطب الصوفي كما قلنا يعني التأثير ديالو على العالم وعلى الناس مازال يعني، رغم أنه يعني ما بقاش معنا في هذا العالم، ولكن التأثير ديالو مازال كاين في المرافق يعني ديال حياة الإنسان يعني. سبحان الله، هو يعني ما عندوش المريدين وعند المحبين في العالم مجموعة. وكتاب الإبريز يعني كتاب اللي يعني العلماء ديال الشريعة والعلوم الإسلامية في العالم مجموع عارفينه. كنت في القدس عندي واحد صديق تما هو الخطيب ديال المسجد الأقصى، عارف الإبريز وقاريه يعني، وواحد النهار درت زيارة هنايا مع واحد الشيخ أمريكي حمزة يوسف هانسن. يعني سيدي عبد العزيز الدباغ معروف في العالم كله، لا من طرف يعني العلماء اللي عارفين بحقه، ولا من طرف الناس العاديين اللي عارفين بركته. انا في امريكا جاء عندي واحد النهار واحد الاخ من باكستان يعني شيخ كبير في السن متقاعد وجالس مع ولده في امريكا، ولما شاف الاسم طلب مني قال لي غير تجي لفاس غير زور دير لي الدعاء تما وشوف لي الا كاين شي ترجمه بالانجليزيه، لان كانت عندي ترجمه بالاردو وبقات لي في باكستان. وهنا خصني فمن ذاك الوقت انا درت هكا يعني تعهد نفسي انني نترجم بالانجليزيه، وخلال المجهودات اللي كنت كندير جات الترجمه لراسها، ترجمه اللي قام بها واحد نرويجي والماني. الانجليزيه ماشي اللغه ديالهم الاولى، وتفحصت انا ودرست ذاك الترجمه يعني عميقا جدا، ولقيتها سبحان الله يعني ما فيها اي يعني بواحد الدقه وواحد الامانه لا تتصور. فيعني اقتنعت بان سيدي عبد العزيز عنده هو اللي كان عنده يعني يد فيها ان هذه الترجمه تخرج. احنا في هذا المكان ما يسمى عند اهل فاس بمطرح الاجلاء، هذا ما يقول سيدي محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس، والناس كذلك يسميه مطرح الجنة، لأن فيه واحد المجموعة ديال الأولياء ديال العلماء الكبار، ومثل مثلا أبو المحاسن الفاسي، ولا سيدي عبد الرحمن الفاسي كذلك، ولا سيدي علي بن حرزيم اللي مدفون معاه السلطان مولاي رشيد، هو اللي في هذه القبة اللي مع هذه الشيء هذه. وهنا نحن درنا الزيارة للقطب سيدي عبد العزيز الدباغ اللي هو أحد الأولياء الكبار المتأخرين، هو في القرن الحادي عشر الهجري تقريبا، وإذا الثامن عشر الميلادي. عنده واحد الهالة كبيرة، وتأتي من واحد الكتاب اللي هو مشهور ديالو، هو كتاب الإبريز في كلام سيدي عبد العزيز اللي كتبه أحد العلماء الكبار اللي كان هو قيدوم وشيخ الجماعة ديال العلماء ديال القراوين، هو سيدي محمد ابن المبارك سيدي أحمد ابن المبارك اللمطي، اللي كان تيحاوروا
ومن خلال هذا الحوارات اللي كانت تكون هذا الكتاب اللي اصبح واحد المرجعيه خاصه عنده واحد المكانه خاصه في التصوف، بحيث انه ماشي كتاب عادي بل انه يكشف عن واحد المجموعه من الاسرار من المقامات من الكرامات اللي كانت يتخص بها سيدي عبد العزيز واللي كانت يعيش معاه الطالب ديالو سيدي احمد بن مبارك اللمطي. ولذلك هو في الحقيقة سيدي عبد العزيز الدباغ كان أميا لم يقرأ ولم يكتب، ولكن مع ذلك كان تيجي عنده سيدي أحمد بن مبارك وكان مثلا تيقرأ سيدي طالع فصول الحكام ديال ابن العربي وتلقى فيها صعوبات كثيرة بعض المرات أشياء مبهمة جدا، وتيأتي عند شيخه في التصوف، وهذا دليل على ان هذا العلم ديال التصوف هو علم مختلف، ليس فقط علم اللسان كما تقول بعض الناس، ليس علم الاوراق ولكن علم الاذواق. اذا هذا المساله هذه تتجلى في هذا الكتاب ديال سيدي عبد العزيز الدباغ اللي كان تيطرح عليه اشكاليات ديال فصول الحكام وتشرحها في الكتاب وتعطي شروح جد دقيقه لم توجد في كتب اخرى، وكذلك في علم الحديث في الفرق ما بين الحديث القدسي والحديث اللي هو فقط مأخوذ وموروث عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح من تصحاح المستويات المختلفة من الأحاديث. إذا واحد النوع من العلوم لم تكن ليست مألوفة بشكل عام، إلا أنه تلقوا هنا مجموعة واحد القوة كبيرة وواحد المجموعة ديال الكرامات التي تحكيها تلميذ سيدي عبد العزيز الدباغ والتي نقل عليه مباشرة واللي عاش معه واللي حتى من بعد موته. وسيدي عبد العزيز الدباغ مع ذلك تينص على أنه ما خشي يكون خلط ما بين مثلا العبادة لله سبحانه وتعالى والتوحيد وتعلق بالأولياء، تعطي كل حاجة المكان ديالها، تقول لك ودي الأولياء هم وسائل وليسوا مقاصد في حد ذاتهم. إذا هذا كان عنده واحد مجموعة ديال النصوص داخل هذا الكتاب تتكلم على أنه لا بد من الإنسان في هذه الأماكن كهذه يتوجه لله سبحانه وتعالى ولكن تيتوسل بالأولياء، وهذا هذه المسألة هذه واردة في الحديث واردة في وابتغوا إليه الوسيلة كما يقول القرآن الكريم. إذا هذه الأشياء كلها توضع واحد اللمسات ديال ما هو التصوف وما هي الولاية، خاصة الولاية بمفهومها العميق في أحضان التصوف لتتجلى بشكل خاص في السيرة ديال هذا القطب الكبير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.